وي وي وقال لك شي 6000 اللي فيهم كورونا والدوله مخبيه علينا وانت حسبتيهم ولا شنو؟ لا هي مصيفطه لي خالتي في الواتساب. خالتك اللي حسباتهم. الله يديك اش من خالتي، خالتي هي راه كتحسبها حتى 99 وتعاود من الاول، وباش عرفت هي 6000؟ خونا العزيز، بزاف ديال الناس في المغرب كيلقاو الكونيكسيون فابور وكيوليو علماء في الاخبار، الاخبار اللي وصلاتهم ما كاين غير بارطاجي وعطي لهذا وعطي لذاك وعطي للزين اللي حداك، مع كيوصل كيبدا ينشر بلا ما يتاكد واش الاخبار صحيح ولا لا. ومن نهار بدا هذا الفيروس ديال كورونا ولاو الاخبارات عندنا كينتشروا اكثر من الفيروس براسو، حقا واحد فيه كورونا هرب بني ملال، وحده في تطوان طاحت في الشانطي بسبب كورونا، الماكله غتقادا ومقاولا بطاطا لا كوفيتير، كوبتيرات غير رشوا علينا بايكو، وبزاف بزاف بزاف ديال الاخبارات اللي كلها اشاعات. الاشاعات اخوتنا المغاربه هما دوك الخبارات اللي ما عندهم لا اساس لا راس، يعني غير شي واحد كان مريح في راس الدرب وقال لصاحبو هاد كورونا غتكون قتلت شي 6000 والدوله خبات علينا، ينوض داك صاحبو بلا عجز عليه كيصيفطها لكاع هادوك الناس اللي عنده في الواتساب، زعما حكا حتى انا راني صحافي وراه عندي الخبارات مسوقره، وما كيعرفش خونا العزيز باللي بحال هاد الخبارات راه كياثروا على بنادم وكينقصوا ليه المناعه غير بالخلعه، وداك الشيء اللي طرا في السوبر مارشيات هاد المره ديال شي كيس طم شي على ود التقضيع كله بسبب اشاعه، يعني بسبب داك خونا اللي مريح في راس الدرب وهضر مع صاحبو وصاحبو هز التليفون صيفطها لهذوك لي كونتاكت اللي عنده عقلتو عليه هاكك. ودابا ندخلوا في المعقول، فاش اخوتنا اكثر هادشي ديال الاشاعات والخبارات البيتة، ناضت النيابه العامه والاداره العامه ديال الامن الوطني زيروا الشغل مزيان وكلفوا بوليس متبعين غير داكشي ديال الواتساب والفيسبوك واليوتيوب باش ما يبقاش غير جيب ليا تليفون وبارطاجي، حيت نشر هاد الاشاعات وهاد الخبارات راه جريمه مصيبه، يعني منتف يعني دبرتي عليها الحبيب، وغيولي اللي نشر شي حاجه ماشي صحيحه غتوقف عليه الصطافيط. ولكن راه كاينه حريه التعبير، كاينه حريه النفق، واش انت كتخلع في عباد الله وكتنوض فيهم القفقافه وكتهضر على حريه التعبير؟ حريه التعبير يا عمي هي تنشر شي اخبار صحيحه وتعبر عليها بطريقتك، حيت الحبيب فاش كتنشر شي اخبار ملوطه راك كدير غير خدمه لناس اخرين، يوليو خاصهم يحاربوا انتشار الفيروس ويحاربوا انتشار الاخبار ديالك اللي اكثر من الفيروس. وباش تهني راسك انت كاع من هذا حريق الراس كامل، كاين منين تاخذ اخبارات صحيحه وبارطاجي الا كان عزيز عليك تبارطاجي، بالاضافه للتلفازات والاذاعات والمواقع والصفحات الرسميه، وزاره الصحه ووزاره الداخليه داروا هاد جوج ديال المواقع باش تقدر تتبع كاع دوك المستجدات ديال الفيروس وتقرا كاع دوك البلاغات الرسميه اللي خارجه في الموضوع. هاد المواقع الحبيب غتاخذ منهم اخبار ديال كورونا حقيقي، ما تسنى لا صاحبك يقول لك لا خالتك تصيفطك في الواتساب، فهمتيني ولا لا؟